الحقيقة عندنا يمكن أخبار كتيرة كمان النهاردة، أخبار عالمية كتيرة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم. يعني نجمنا كمان إيهاب الجنيدي هيكون متواجد معانا عشان نعرف منه تفاصيل وكواليس والقصة بتاعت محمد صلاح على مستوى إنجلترا ومستوى أوروبا رحل فين. لكن عندنا بعض الأخبار السريعة اللي ممكن ناخدها مع حضراتكم من خلال المحترف. عايزين نبدأ ب يعني فينجر طبعا بيرشح لباريس سان جيرمان طبعا الفوز بدوري الأبطال. يعني المدرب الفرنسي الأسطورة أرسن فينجر طبعا بيتكلم على من سيفوز بدوري الأبطال الأوروبي. قال يعني على حد كلامه ما بين قوسين، أقول منذ بداية الموسم أن هذا العام قد يكون عام باريس سان جيرمان. أضاف أرسن فيردن كمان أن البي اس جي بيسعى لتحقيق الفوز في ملعب بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب في نصف النهائي لبطولة الشامبيونز ليج. تابع كمان وقال أن كيليان مبابي ورفاقه في باريس سان جيرمان لديهم كل الإمكانيات الحقيقة لتؤهلهم لإقصاء دورتموند. طبيعي على الورق البي اس جي أمام دورتموند أكيد الكفة راحة لباريس سان جيرمان، لكن الحقيقة كمان بروسيا دورتموند بيقدم في الشامبيونز ليج ملحمة كبيرة جدا جدا، بيقدم مباريات كبيرة جدا جدا على مستوى النتائج على مستوى الأداء، ومش هتكون مباراة سهلة. قد يكون باريس سان جيرمان هو المرشح للفوز بهذه المباراة للوصول للمباراة النهائية، لكن يعني أنا بقول لأرسن فيرجل الموضوع مش سهل. والفرق الألمانية إذا كنت بتتكلم على بايرن، دورتموند، دلوقتي ليفركوزن، الحقيقة بيأدوا أداء أكتر من رائع. وأنا بقول لحضراته الكرة الألمانية على مستوى أوروبا قادمة بقوة. عندنا فرقتين في نهائي دوري تشامبيونز ليج من ألمانيا، بنتكلم على البايرن وبنتكلم على دورتموند، وهنتكلم كمان على ليفركوزن. خبر معانا ان سيلفيا طبعا نجم تشيلسي بيعلن الرحيل رسميا عن الفريق، واعلن تياجو سيلفا طبعا مدافع الفريق عن رحيله عن كتيبه البلوز بنهايه الموسم الحالي. ويمكن نشر على حسابه الرسمي بشبكه طبعا اكس فيديو بيعلن من خلاله رحيله عن البلوز بنهايه هذا الموسم. قال تياجو سيلفا ان انا يعني وهو يعني كان يعني بيدمع وكان حزين جدا جدا لرحيله، وقال انا جئت لتشيلسي للاقامه او لانجلترا للاقامه لعام واحد فقط، لكن انتهى الامر الى بقائي لمده 4 سنوات. تياجو سيلفا قال ابنائي بيلعبوا في تشيلسي، فده من دواعي الفخر ان اكون جزء من عائله البلوز، وامل ان يتمكنوا من مواصله مسيرتهم الاحترافيه. بيتكلم على ابنائه طبعا هنا في النادي اللي بيرغب العديد من اللاعبين ان يكونوا جزء منه. الحقيقه تياجو سيلفا من اللعيبه الكبار جدا، ادى 4 سنين بيأدي بشكل كويس، لكن طبعا كلنا عارفين ازمات تشيلسي بشكل كبير جدا على المستوى الاداره، على مستوى الصفقات، على مستوى النتائج، على مستوى تغيير المدربين. الحقيقه كان تشيلسي ما زال يمكن علامات استفهام كبيره جدا على تشيلسي وفي السنوات الاخيره بعد رحيل طبعا توخيل عن الفريق.